انت اكيد سي مونجي في اي انترفيو تكون موجود فيه يقول لك على ماتش 2008. انا مش نسالك على الماتش هذاك، نحب نعرف فمش حاجه ما تحكيوش على الماتش هذاك. شنو ما تحكيش في فما مثلا ناطين فما ما تحكيش الفاصمه اللي عند صابر خليفه اي ماهيش ضربه، ما ضربوش رياض بالنور؟ ها؟ ليه لا شو يضربوا رياض بالنور؟ خاطر هذا الوقت اللي خرج وقتها قالوا وهو قال نفس الكلام صابر. صابر وقت اللي جا خارج من التيران اي دزوا صابر رياض بالنور دزوا من تالي مش ضربوا. تغشش صابر خليفه احنا وفيها يمكن درج بعد مشينا للفيستير. هذا بالليميتون ولا كيف وقتاش وقت خرج هو خرج في الليميتون هذول. اه باهي كسر سيف باش ما يضربش رياض بالنور ضرب الفص نتاع البلار نتاع الفيستير كسر شد روحه معناها كسر شبيك جيت انا شبيك قال لي سي رياض بالنور يدز فيا غير شنو يحبني كذا ويحبني كذا ودي شنو كذا سي رياض بالنور شنو الحكاية. في لحظة عيطت الكيني قلت له عملونيش في خشم عملونيش في خشم ايه مشيت فيها لرياض بالنور ضربه وترى شنو هو شنو يضرب رياض بنور شبيك يا ودي رياض بنور كان يدور عليه صابر خليفه يعطيه وحيدا ويحسبوا له لتو تاكد جد عليك انت حكي كما هذه اي ماما مش باهي برشا هذا سكوب اي مش باهي برشا تحكي لي فيها اللي عملته انت عليه اي شنو تتهمني برك شنو مش باهي برشا اللي مش باهي تتهم الراجل بحاجه ما عملهاش معناها اي شنو اللي عملته دخلته الحبس انا شنو اتهمت شنو اقل شيء شوهت له سمعته معناها شوهت له سمعته معناها لا هو دزو دزهم باش نوريه اللي ماهوش هو ذكي راهو فما ما ذكى منه. باهي انت كيفاش عشت الماتش هذاك؟ عشته ككل مسؤول وانتر بارونتيز راهي قلتها الحمدي هذه. اي قلت ايه؟ اش قالك؟ ها؟ اش قالك؟ خلي نعرفك. ورياض ما كلمكش وقتها؟ لا لا. انا يعني قلتها تو تو. شنو قلت لي انت؟ كيفاش عشتوا الماتش؟ شنو كان اللي كوليس اللي تحكي واللوطه بين مثلا شنو حكيت مع الحكم شنو حكيت مع المسؤولين بتاع الترجي شنو حكيت مع الامن اكيد انت كنت موجود وفاعل فهم الحقيقه انا اللي عشته هو نهارتها باش نكونوا واضحين وصلت لدرجه اني جيت المسؤول بتاع الشرطه وقتها بتاع الامن قلت له هات نكتب لكم اللي انا خاسره 20 بشيء ووقف الماتش ولا وصلني انا ولادي فوق القنطرة بتاع أبو نويس خلي نروح ونصح لكم اللي أنا خاسر 20 مشي من اللي شفته نهارتها على اللي شفته نهارتها فهمت التوى بالنسبة لي أنا نقطة استفهام ما فهمتش علاش باش كيف ما استفزاز من الأمل للجمهور أنا منيش في الجرادارة اي بيان سور اي أنا ما نعرفش ما شفتش معناها لا لا أنا لوطة ما منيش في الجرادارة دونك ما نعرفش شنو اللي صار شفتو في الجرادام تدقو تغزو الجرادام تلقاه معناتها كيما الموجه تمشي راهو نتاع البيبليك كيفاش هرب شنو الكلام اللي صار بينك وبين مثلا المسؤولين نتاع الترجي؟ باش نعطيك واحد اخر اعطيني واحد اخر سكوب واحد اخر انا نمشي فهمني دروا وبيوت باش نعطيك سكوب واحد اخر عمك عامر البحر ربي يطول في عمر انا ربي فضله ان شاء الله وصداقه كبيره بيني وبينه وعاد ما في التيران وقت الماتش واقف قال لي قل لي منجي توا كان يقف الماتش هكا النتيجه ما يتعاود الماتش هو يسال فيك انت يا اخي عامر بحري ايه علامه عمك عامر رد بالك بيان سور ايه هذاك استغربت قال والا تستي فيا الله اعلم انا نصور تستي فيك انت الحقيقه قلت له انا قلت له يتعاود الماتش وانا في قرارة نفسي نعرف وقت اللي تبدا القانون يقول لك النتيجة في صالح الفيزيتور اي ريزولتا اكي سور تيران اذا كان في صالح الفيزيتور واذا كان النتيجة في صالح ليكيب اكويونت يتعاود الماتش فهمتك داكور اي دونك هي في صالحنا احنا النادي الرياضي عام نلف مهما كانت تصيف عاد انا نضحك وقتها
كي قال لي هكا قلت ان شاء الله يا رب ما فيها وقت قانوني. اي 20 دقيقة هكا ولا أربع ساعة يظهر لي. فهمت؟ وهو راهو تعدى الوقت راهو. تعدى الوقت والماتش كمل. نورمالمون احنا الماتش هذاك الريزلتا اكيد سور تيران. تروح ما تكملش الماتش أنت، علاش كملت؟ كملش علاش كملت؟ مال؟ والله الحقيقة وقتها خرجت من سيفتي كرئيس الجمعية وغزرتك الشيء هذاك اللي صار السماح في مقابلة. انا يا خويا راني انا مانيش انا نحب بلادي وما جيتش للكره باش نشوف الشيء هذاك والضرب. لازمك تشوف من بعد الوليدات الصغار والبوليسيه والامن كيفاش هزين وخارجين بيهم اللي يده تدلدل مع الشاده في حد شيء واللي مضروب في وجهه واللي 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 هذوما الشيء هذا اللي شفته السبكتاكل هذاك. قلت لك انا وصلت قلت لهم اكتبوا نكتبوا نصحح لكم في 20 بشيء سيبونا الروح وصلونا الروح. كمل شنو صار مع عمر بحر؟ لا ما صار شيء رجع الماتش. فهمت يعني نسوي تستي فيك ما نسويش عمل البحر بكلهم يعلاش اي انا بيدي راهو بعد قعدت بيت بايك عامر يسل فيا ما يعرفش زعما ما في بالوش شنو الحكايه ممكن والاحرى كوني تستي فيا. شنو الكلام اللي تحكي مع الحكم مكرم اللقام؟ اللقام صعب بيني وبينك أنا عندي معاه علاقة طيبة ياس لليوم الحقيقة ما عنديش حتى مشكل. وهبط له حبيتك تسألني سؤال آخر وهبط له فوزي البنزرتي يدرب في الترجي وقتها ولا لا؟ أي صحيح. وهبط له فوزي البنزرتي وفوزي البنزرتي قطع فيه في ست تعرف الفازة نتاعو يشد في الفيستا يبدا يهز فيها وينفض نتاعو فهمت كيفاش؟ علاش؟ وسب الأربيتر رد بالك فوزي وانا بحذاه. اي. فهم كيفاش؟ ومن بعد كي سالوه الصحافه قال قلت له عيب عليك. اي وما مكرم اللقام ما خرجوش؟ ما خرجوش. علاش؟ تعرف تو سامحني باش يخرجوا فوزي البنزرتي تو بالله يقول لي غدوه لو كان جاء اربيتر ولد حمد الف من شيرتي انا. ما نغطي عليه. خاطر مسيح الزوفة جهة مع بعضهم أنا ممكن هاك أنت قلت أنا ما قلتش قلت لي ممكن تلمحت لما قلتش بيه بينك أنت يوم لعبيتك والانترونير متاعك وقتها شنو تحكي لك ليه الحمد لله فهمني كوليسة مش كون طلب يروحوا معناها يزيك هاو شنو صار بالضبط رو بعد الماتش يزم كتفهم حاجة رو بعد الماتش فريمون سي لابانيك توتال في الفستير فك الاسباس اللي قدام لي دو فيستير سي لا بانيك راك تو نا با لو طون دو ريفليشير تو نا با لو طون دو ما عندك حتى شيء يا اخي باش نعطيك حاجه اخرى يا اخي هبط واحد من الجمهور ولا ما هبطش؟ ما هبطش هبط واحد من الجمهور اي ومعين الشعباني غطى عليه وخرجوا اي هكا ولا باهي الزوز انا وياه نبحثوا في الشرطه غدوة علاش؟ هما مش علي انا مشيت مع ولدي باعتبار عيطوا المعين. عيطوا المعين كيفاش تشدوا هذاك وتحمي فيهم وفكيتهم البوليسيه وانت فهمت هذاك ايش عمل؟ تصير هذه حتى في العالم. ديما تصير ديما نشوفوها. ديما جواري غطي على من حمل انف ولا مترجي اللي هبط؟ لا مترجي. مترجي. وصار فينا مشى الغديكة في المركز نتاع زويتن ومشيت معاه وحبوا باش يوقفوا معين الشعباني وقلت لهم تحبوا توقفوا معين الشعباني وقفوني معاه ما عملش حاجه حبوا يوقفوه اي احنا خرجنا من غادي العشرة نتاع الليل من العشيه احنا غادي سايبونا فهمتك شبيك الماتش تقلبت عليها الدنيا شبيك واضح يزيدنا حوايج اخرين ولا سيدي هكا ويزيد ما نخلي باش الاذاعه اخرى باش كان نداوني نقول له نعاود نعيط لك انا ولا شيء باش نعطيك باهي فما باش نقول لك ما سمعتش حاجات جدد على اليوم هذاك ما سمعتش حاجات جدد بعد اللي صار تكون قص الضوء وقتها لا ما نعرفش انا شنو انا اللوطه اي ما سمعت اكيد سمعت ولا برا لوجيك نتاعي نعرفها من غير ما نسمع احنا في الكوره استاد نهار ماتش يمد الفاتحه نتاع استاد الكل وبيبان كل يمدهم للامن بالله سامحني شكون تحبوا يقص الضوء
لي ديزجونكتور عند شكون؟ الامن. عند الامن ما خيش دخلوا. لا اخي حمد المدب ولينا معاه عندنا واحد وعندنا تيليكوموند نقص به الضوء. معناتها والا والا نمشي في ليبوتيز الثانيه كونو سي فري سيتين كوبور نتاع ضوء. ولا لا؟ نقول ستيك. اذا كان الامن مش هو اللي قص الضوء. ما لا ستيك ولا ثالثه لهما. ما ينجمش يكون كان يجب يكون حتى المسؤولين على الحي الاولمبي ما ينجمش يكون. مسؤولين الحي الاولمبي؟ يا ودي ما عندهمش المفاتح، اللهم يجبدوا الدوبل. ما عندهمش مفاتح، المفاتح راك انت، احنا في حمل الفيجي الامن نهار الاحد نلعبوا، ايه هات هاتوا المفاتح، نمدوا له مفاتح الستاد، كل. فهمت؟ ما ينجمش يكون الحي ما يلعبش اللعبه هذه. واضح.